الخبال والطابور هو الشكل المميز لكل محلات الفسيخ قبل شم النسيم، وده لأن المصريين بيستنوا الأكلة دي وغيرها من الأسماك المالحة من السنة للسنة، وما ينفعش الاحتفال بيوم شم النسيم إلا ومعاه الأكلات الموسمية دي. تعالوا نشوف أخبار الفسيخ إيه السنة دي والناس بتشتري إيه. الفسيخ اللي هو البوري والملوحة بتيجي من الصعيد، الملوحة الكلابي والسردين الرشيدي والرنجة بتيجي من هولندا، وفي بقى معلبات اللي هي الرنجة والمتنظفة والملوحة والسردين، وفي البطارخ البوري البلدي. الفسيخ السنة اللي فاتت كان ب 150، السنة دي ب 160. الرنجة ثابتة والملوحة والسردين والملوحة ثابتين، بس يعني أسعار ما غليتش كتير، يعني حاجات فروع بسيطة. يعني السمك بيجيني طازة، وأنا اللي بعمله عندي في المحل، ما بجيبش حاجة من عند حد. يعني السعر اللي عندي أنا بتحكم فيه عشان بجيب السمك طازة، بعرف أتعامل معاه بملاحة أنا، فبالتالي بعرف ظروفي إيه معاه. طب وإيه أخبار الأسعار؟ هل اختلفت عن كل سنة؟ والله هو الكيلو ب 160، وفي اللي هو الفاخر شويه ب 170، والرنجه الكيلو ب 60. الناس برضو بتقبل عليها زي ما انت شايفه حضرتك كده، ويعني هي الاكل من سنه للسنه. يعني اشتريت فسيخ بس الاسعار كويسه عنده هنا، كويسه مش غالي، يعني ب 120 جنيه الفسيخ عامل 120، والسردين عامل 50، والرنجه عامله 45. اللي هو السعر ب 45 كيلو الرنجه، جبنا لينا واهالينا. يعني ما هو شم النسيم ده عايز فسيخ وسردين ورنجة وبصل وليمون عشان العيال تاكل بقى وتعايص شم النسيم. يمكن الأسعار بتختلف من مكان لمكان، لكن الفرق مش كبير. بس أكلة شم النسيم ما تنفعش من غير بصل وليمون، فهل كمان سعره اختلف ولا لا؟ لازم البصل الأخضر يبقى غالي، والليمون والحاجات دي ما لازم نجيبها. زاد من عند أصحابه، احنا مش بإيدينا حاجة، من عند اصحاب الليمون زاد، بس بقى هيرفعوه شويه. شوف كان امبارح 8 جنيه و10 جنيه اهو، حط 12 اهو. ليه بقى؟ يعني الليمون ابتدى يغلى شويه، انما البصل معقول يعني زي ما هو. انا جايبه الليمون اول امبارح جميل قوي ب 8 جنيه، بس النهارده بس هو اللي غالي. الفسيخ والرنجه والبصل هم تراث المعده المصريه من ايام الفراعنه. الوجبه الربيعيه بتحجز مكانها بين افراد الاسر المصريه يوم شم النسيم، سواء في البيت او الحدائق العامه. سالي سالم، اون لايف. صباح الأعياد وشم النسيم والربيع وسعادة المصريين، ومهما قالوا عن مخاطر الفسيخ والرنجة إلا إن هما بيبقوا الزينة والفرحة اللي فعلا بتقول إحنا في أعياد وفي شم النسيم وفي الربيع، ومفيش بيت في مصر باختلاف شكله ونوعه ومستوى الأسرة إلا لما بيكون هو ده الغداء اللي بنتلم عليه العيلة والأصحاب والأصدقاء في شم النسيم. الأسعار تفاوتت كتير جدا زي ما سمعتوا معانا في التقرير عن السنة اللي فاتت، ومع ذلك برضو أكيد في أسعار تانية مختلفة في محافظات مصر عن الفسيخ والرنجة. هنتكلم النهاردة عن احتفالاتنا وعن الفسيخ والرنجة والأسماك، وهيكون منورنا في الاستوديو الأستاذ أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك في غرفة القاهرة التجارية. يسعد صباحك، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح كل سنة وحضرتك طيب. هنتكلم النهاردة وهنتكلم بكرة وهناكل بكرة. لا انا قلت ان هو مش هيجي لنا كده، انا قلت يعني هنجرب حاجات مع الناس على الهواء، حاجات من الحكومه كده. زي ما احنا شفنا اسعار كتيره جدا، ما ينفعش شم النسيم يعدي من غير اكله. دي اكله ممكن. يعني نسميها كده اكله مقدسه. بالظبط في نفس واحد، اكله مقدسه مصريه. ف واحنا بنتابع التقرير شفنا اسعار كتيره قوي، تمام، 120 160 ومش عارف رنجه هولندي ومش عارف حاجات كتيره جدا. السوق اخباره ايه؟ يعني خلاص الناس بدات تشتري من امبارح ومن النهارده، عايزين نعرف السوق اتجاهاته ايه. الاسبوع فات كمان الناس والله انا سايبه بقالي حبه. وهل فعلا يا اسماء الاسعار رخصت على السنه اللي فاتت ولا لا؟ بالظبط. احنا السنه اللي فاتت كان عندنا ازمه في اسعار الاسماك زي الايام دي بالظبط قبل شم النسيم بحوالي 10 15 يوم. كان عندنا ازمه ان سمك البلطي كان وصل 40 جنيه في الجمله، وسمك البوري اللي هو بيتملح بيبقى فسيخ كان وصل 70 جنيه في الجمله. فالسنه دي بعد الازمه دي اترصدت السنه اللي فاتت، واشتغلت عليها الحكومة ومؤسسة الرز اشتغلت عليها بنفسها، وكان سببها تصدير الأسماك دي خارج مصر. وكان رئيس الجمهورية خد قرار برسم صدر على الأسماك دي عشان الأسماك دي ما تتصدرش، لأن هي دي اللي بتخاطب القطاع الكبير من الشعب المصري. وخدنا قرار نوع البوري والبورت البوري. لا هو خد قرار على كل الأسماك 12 جنيه رسم صدر على الكيلو.
فده قلل التصدير، فده قلل خصوصا في البوري والبولتي، في اسماك تانية تتصدر مش مشكله 12 جنيه فيها هامش ربح. بس في تجار كتير كمان احنا شفنا لهم تصاريح انه حتى بعد التعويم الجنيه وصدور الرسوم الخاصه بتصدير الاسماك الا ان هم برضو بيقول لك بنصدر ومستفيدين. اه اللي بتصدر حضرتك انواع تانية غير البوري والبولتي، احنا ساعتها الازمه كانت معانا كغرفه القاهره وشعبه الاسماك وكمؤسسه الرئاسه وكل الوزارات ان البولتي والبوري هم اللي اغلبيه الشعب المصري بياكلهم. الشعبي اه الاسماك ده السمك الشعبي فعلا حضرتك، فكان الازمه في البولت والبوري، لكن بقيه الاصناف مش مشكله. ما الاصناف الثانيه الكيلو ب 300 ما بيتصدر ب 320 مش مشكله، ابو 400 ما بيتصدر ب 400 مش مشكله. لكن البولت والبوري اما يبقى كيلو البولت كان ب 20 جنيه ووصل 40 جنيه في الجمله واتباع باكثر من 40 جنيه والبوري يوصل 80 جنيه في القطاعي، فدي كانت ازمه كبيره وواجهت وحضرتك السنه اللي فاتت اترصد واعلاميا اتسلط الضوء عليها ودخلت بين مؤسسه الرئاسه بنفسها في الموضوع ده وتفرض راس. الاول كنا ماشيين في سكه ده جشع تجار، فما اترصدت الازمه والاجهزه الامنيه رصدتها واحنا كغرفه القاهره وتقدمنا بمذكرات رئاسه الجمهوريه وكان القرار سريع ورسم الصادر. الاسماك رجعت الاسواق اسعار الاسماك انخفضت في الاسواق بنسبه قد ايه يا فندم؟ يعني هي مباشره بعديها انخفضت بنسبه من 20 ل 30% على مدار السنه اللي فاتت. بقى كان في بعد كده عملنا ورقه عمل كغرفه القاهره وانا كشعبه اسماك ورفعناها لمؤسسه الرئاسه باسباب الازمه دي، لان الازمه دي مش ازمه النهارده او لازمه ان احنا عندنا بحار وبحيرات كبيره جدا. طبعا واخد بال حضرتك، يعني احنا المفروض ما يبقاش عندنا ازمه في السمك اصلا، هو عندنا اكبر اسطول صيد في المنطقه وبعد كل ده وبنستورد كمان. طبعا لا واحنا المرتبه السابعه عالميا كمان. لا احنا في الاستزراع السمك المرتبه الثانيه او الثالثه دلوقتي، وصلنا للثانيه او الثالثه دلوقتي. اه طبعا فحضرتك بالنسبه لاسطول الصيد بتاعنا احنا اكبر اسطول صيد موجود في المنطقه، وعندنا سواحل بحر ابيض 1100 كيلو، بحر احمر 1100 كيلو، نهر النيل 1200 كيلو. بس رصدنا بقى المشكلات اللي هي يعني المسببات اللي هي بتوصلنا في الاخر ان احنا برضو بالرغم من كل اللي حضرتك بتقوله ده الا احنا برضو كان عندنا نسبه عاليه جدا. عايز اوضح نستورد من بره بنسبه عاليه جدا. عايز اوضح لحضرتك ان الازمه دي سببها ان هي بقى لها 10 12 سنه مش سببها النهارده. اه طبعا هي ابتدت تتعالج السنه اللي فاتت. يعني مؤسسه الرئاسه اتصدت للملف ده، ابتدت العلاج فيها. احنا على مدار 10 سنين الموضوع ده كان مهمل تماما. طبعا ابتدى العلاج فيه السنه اللي فاتت. وطبعا بناء على المذكرات اللي اتقدمت وبناء على اتجاه الدوله لاستزراع السمك وزياده عدد السكان مع انخفاض المعروض من البحار والبحيرات المصريه، فابتدى النهارده ان الدوله اتجهت للاستزراع السمكي. احنا فعلا الثروه السمكيه هيئه الثروه السمكيه كان عندها اكبر ثلاث مزارع في مصر موجودين. تمام هنيجي نتكلم على استزراع السمك، ده موضوع مهم ولسه يعني في كلام كتير، لكن نرجع بقى للرنجه والفسيخ تاني. يعني الرنجه اصلها البوري زي ما احنا عارفين وتتملح زي كل الاسر المصريه عارفه. الفسيخ عفوا. وعايزين بقى نسال هنا على الاسعار، لانك قلت لي ان في تفاوت في الاسعار. طبعا يعني مثلا انا اعرف ان كفر الشيخ او نابروه مثلا او الزقازيق او الغمر او كل فسخانية كبار في المناطق دي، الزقازيق دي كلها خير والله. فهي دايما مشهوره بالفسيخ والاسعار بتاعت. هل المؤشر بتاعي الاسعار هناك مثلا في كفر الشيخ ونابروه ده اللي اقيس عليه سعر الفسيخ؟ أنا هقول لحضرتك اغلبيه على فكره في ناس كتير جدا من القاهره تروح تجيب الفسيخ بتاعها، ده حقيقي، تروح تجيبه من نابروه بتروح بتجيبه من ده السعر الحقيقي بتاع الفسيخ من هنا. طبعا لان هناك بتخاطب كل الفئات، لكن هنا في بعض المحلات داخل القاهره بتخاطب فئه معينه، لكن هناك بتخاطب كل الفئات. وبرده في محلات في القاهره بتخاطب كل الفئات، لان هو حضرتك الفسيخ احجام، يعني حضرتك هي سمكه الفسيخ سمكه واحده، في منها هتلاقي خمس سته في الكيلو، فيها هتلاقي سمكيه في الكيلو، دي ليها سعر ودي ليها سعر. طب وايه يعني احنا ما عندناش حاجه تحكم الاسعار دي يعني؟ لا ما حضرتك ما هو برضه اللي في القاهره ده بيبيع له كل الفئات والطبقات كلها، ما حرام. هتلاقي محلات الفسيخ اللي في الاحياء الشعبيه بسعر، وهتلاقي مثلا في الاحياء الراقيه بسعر، هتلاقي المحل الكبير ليه سعر معين، المحل العادي بس الفرق بقى معقول يا فندم، ساعات بيبقى الفرق كبير قوي. مظبوط. بنتكلم ب 50 60 جنيه بالظبط من حي لحي تاني، من مكان لمكان. بالظبط ده كتير برضه. ما انا هقول لحضرتك، هو بالنسبه حتى نفس اللي بيحصل في الفسيخ بيحصل في الاسماك. حضرتك هتلاقي سمك الاسماك، ما بنيجي نتكلم دايما، انت حضرتك عندك سوق العبور ده اكبر منفذ للجمله في مصر، فهتلاقي السعر فيه بسعر، وهتلاقي نفس السمكه في المحلات القطاعي بسعر تاني خالص. ده حقيقي فعلا. طب. ده اللي بنشوفه. نروح لموجز اخبار سريع على راس الساعه ونرجع مره ثانيه، لسه معانا كلام كتير مع الاستاذ احمد جعفر رئيس شعبه الاسماك بغرفه القاهره التجاريه، والكلام مش هيخلص عن الفسيخ والرنج. نروح فاصل ونرجع مره ثانيه.
يا صباح الفل والاعياد على حضراتكم مره ثانيه، وكلامنا عن الوجبه المقدسه للمصريين، وجبه الرنجه والفسيخ اللي كل البيوت المصريه بكره هتاكلها ان شاء الله كده يعني بصحه كده على حضراتكم كلكم. استاذ احمد جعفر لسه مكمل معانا، رئيس شعبه الاسماك بغرفه القاهره التجاريه، وانا في الفاصل بنهزر كده وبندردش معاه، فبيقول لنا انه الوجبه دي ما بقتش وجبه موسميه، يعني مش بس في شم النسيم، احنا بنحتفل بالفسيخ والرنجه طول السنه. يعني بقت المصريين بيحبوا ياكلوا فسيخ ورنجه، خصوصا الرنجه بقت وجبه موجوده في السوبر ماركت على طول. مش مرتبطه بان هي في محل الفسيخ، بقت وجبه متاحه طول السنه وبقت صناعه. يعني كان زمان حتى الرنجه بتتدخن في الشهر بتاع شم النسيم بس، لكن دلوقتي في مصانع رنجه منتشره في مصر كلها وبتتدخن طول السنه وموجوده مع السلطه وبتتعمل لا وهي ذات نفسها بحبها مع السلطه طبعا هي فهي اصلا بقت وجبه. يعني من عادي جدا الناس انت تتغدى رنجه. ايوه صح، ما بقتش مرتبطه بس بشم النسيم. الناس اللي عندهم الضغط ياخدوا بالهم. احنا كنا امبارح بنتكلم في الموضوع ده فعلا اللي بيخص مرضى الضغط والسكر ومرضى الكلى، طبعا دول مش ما لهمش شم النسيم اصلا. بس كنت عايز اسال حضرتك دلوقتي، كنا بنتكلم قبل ما نطلع عن تفاوت الاسعار، وحضرتك قلت طبعا بيتفاوت من المنطقه الاخرى ومن مكان لمكان وكده. مع المشاريع الجديدة اللي عندنا في مصر وعملنا استزراع سمكي وعندنا زي ما حضرتك قلت رسوم قوية على التصدير بره مصر وكده، طيب ده مش مفروض من الحاجات اللي احنا نجنيها ثمار هذه القيود ان الاسعار تقريبا تنزل اكتر من كده؟ لا، هو حضرتك احنا لو نجحنا ان احنا نثبت الاسعار اللي احنا وصلنا لها دلوقتي، لان احنا عندنا كل سنة بنزيد، وعندنا مشكله في الـ في الـ في الـ في البحار والبحيرات الطبيعيه. عندك حضرتك بحيره المنزله دي اكبر بحيره في مصر. حضرتك بحيره المنزله دي سياده الرئيس في حوار لي قال ان هي هتتكلف من 30 ل 40 مليار عشان تتطهر. مضمون حضرتك، لان دي الصرف الصحي اصلا فيها. حضرتك دي اصلا كانت بتغطي مثلا تلت استهلاك مصر من الاسماك. فعلى مدار السنين اللي فاتت اتعرضت لتدمير. فدي عشان ترجع تاني ورفع كفائتها، رفع كفائه بحيره البردويل، بحيره ناصر، مع لازم البحث العلمي يتدخل في البحار والبحار المصريه، نشوف انتاجنا قل ليه من الاسماك. احنا كنا عندنا وفره كبيره جدا، احنا الاستيراد ده حاجه جديده علينا. صحيح، اخبار حضرتك. فالحاجات دي كلها ازمه نتاج قبل 10 سنين ما كانش عندنا ازمه في الاسماك خالص. كان كل حاجه فالازمه دي اللي ابتدت تتحل السنه اللي فاتت، دي نتاج ازمه نتاج 10 سنين تعرض قطاع الاسماك للاهمال شديد. اللي يفرق جدا مع الناس يا استاذ احمد فكره الاسعار. تمام. واي مواطن كده بيتابع الافتتاحات الجديده والمزارع السمكيه ببركه غليون او غيرها من الاماكن في منطقه قناه السويس بيسال نفسه سؤال واحد، هي الاسعار هتنزل ولا لا؟ ايوه. الاسعار كمان انواع كثيره من الاسماك، بالزبط. يعني بتكلم على البوري او البولتي اللي هي الاسماك الشعبيه والجمبري وغيرها، والدنيس والقاروص واللوت اللي ببركه غليون. عايز اسال حضرتك سؤال، يعني هل صح انه الحاجات اللي هترخص شويه هي الجمبري والحاجات الغاليه، وان البلطي والبوري الاسماك الشعبيه دي مش موجوده في المزارع؟ المعلومه دي مدى صحتها ايه؟ لا، هو حضرتك المزارع دي معموله على مراحل. حضرتك الزرع الاول في المزارع اللي على قناه السويس الجديده في شرق بورسعيد واللي في اسماعيليه، سمك الدنيس والقاروص والحاجات دي زرع. ما انا بقول لحضرتك السمك ده اتزرع لان ده بيستخدم ميه مالحه، ميه البحر. واخد بال حضرتك، ودي موجوده بوفره عندنا. اما السمك البلطي والبوري لازم يتزرع في ميه حلوه عذبه، واخد بال حضرتك. وبرده في بركه غليون ده موجود وده موجود، بس حضرتك الناس مش واخده بالها ان السمك، انا مش بروح اصطاده من المزرعه، السمك ليه دوره. يعني أيوة، البلطي والبوري بيقعد من 6 ل 8 شهور. الدنيس والقاروص واللوت والجمبري والحاجات دي بيستغرق مثلا من 14 ل 18 شهر، يعني من ساعه الافتتاح ومن ساعه الشغل، واخد بال حضرتك، بياخد وقت من اكتر من سنه عشان انتاجه يطلع ويظهر في الاسواق. فحضرتك وده دايما ان اول ما افتتحنا المزارع ولقيت النظره التفاؤليه ان السمك خلاص هيبقى ببلاش. لا، ده كان في نظره تفاؤليه جامده جدا ان احنا هناكل الجمبري اكتر من الرز. بالظبط. ما هو حضرتك طب ما تيجي حضرتك كده معانا نشوف اسعار، تقرير عن اسعار الاسماك كده في السوق، ونرجع نتكلم في الموضوع ده تاني. بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم، تستعد أسواق الأسماك لطرح كميات كبيرة من أنواع الأسماك التي يقبل عليها المواطنون في هذا التوقيت، ليكون موسما للتجار لتحقيق مبيعات حتى وإن أصاب الإقبال بعض الركود. هو طبعا عندنا هنا السوق موسمي، شيء طبيعي طبعا جدا اليومين دول الإقبال بيكون ضعيف شوية على السمك، على الناس في إقبال على الرنجة والفسيخ والكلام دوت.
وان شاء الله بعد شم النسيم يبتدي بقى الاقبال على السمك. ده طبيعي يعني، هو موسم كل موسم كده. اسعار البور والبولت السنه اللي عدت طبعا وقفنا عمليه التصدير، ساهمت في كتير ان احنا المطروح بقى اكتر في السوق. يعني البولت السنه دي مثلا من 18 ل 20 22، السنه اللي عدت وصل 30 40، البوري وصل 70 السنه اللي عدت، السنه دي ب 40 38. كعادتها كل عام حرصت أميرة على التوجه لسوق الأسماك لشراء مستلزمات وجبة لا يمكن أن يمر شم النسيم دونها. جيت اشتري حاجة شم النسيم اللي طبعا عادة كل سنة، كل سنة وانتم طيبين. السمك والفسيخ والرنجة تحضيرا يعني كعادة يعني. في طبعا عندنا أطفال ما بيحبوش ياكلوا الفسيخ، فبنعمل لهم سمك جنب الأكل. الأسعار هنا ممتازة، أسعار كويس، السمك أسعاره حلوة، فعشان كده احنا كمان بنيجي هنا ونشتري وواعيين عندي في الفريزر علشان بقى المسافة والبعد وكده، فعشان يبقى متواجد عندي في البيت. آراء المواطنين لم تختلف كثيرا عن رأي أميرة حول أسعار الأسماك ومدى سلامة تخزينها. على طول بنجيب السمك من هنا وحاجته نظيفة، وبنجيب المكرونة ب 15 وأسعار حلوة، وبره ب 50. احنا ناويين نازلين دلوقتي نجيب، يعني ناويين نجيب البوري عشان عايزين الولاد ياكلوا فسيخ ونجرب نعمله احنا، بس عشان السنة دي أسعاره غالية شوية. والله هو المفروض ان احنا نجيب الفسيخ والرنجة والحاجات دي، بس دلوقتي هم خوفونا من علشان بيقولوا في امراض يعني منتشرة كتير، وطريقة التخزين بتاعة الفسيخ مش مظبوطة، فقلت لا انزل اشتري سمك عادي يعني. والله جبت كابوريا، الكابوريا تمنها من حوالي 50 لغاية 100 على حسب كبر الكابوريا يعني. جبت جمبري، جمبري هو اللي غالي شوية، جمبري يعني أسعاره ب 200 جنيه، وجبت بولتي، سمك البولتي سعره كويس يعني ب 23 25. عيد شم النسيم أو كما يعرفه المصريون بعيد الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين، عادة ولدت من تقديس الفراعنة للنيل وتقديرهم لفضل عليهم. جيرمين إبراهيم، أون لايف. قول لنا تعليقك بقى على التقرير واسعار السمك اللي حضرتك سمعتها. هو حضرتك الاسعار دي في الجمله موجوده فعلا في اسواق الجمله، هتلاقيها موجود. هتتفاوت من لان حضرتك اللي بيروح ياخد سمك من سوق الجمله من التجار التجزئه او في الاسواق الشعبيه، او حضرتك بياخد عربيه بيروح بيها سوق الجمله، دي ليها تكلفه. عنده المحل بتاعه ليه عماله وكهرباء وايجار وميه، تكلفه. هتلاقي مثلا حضرتك كيلو البلطي في السوق الشعبي اذا كان في سوق الجمله ب 20 جنيه، هتلاقيه في السوق الشعبي هتروح من 23 ل 25 جنيه. هتلاقيه في محل مثلا في التجمع هتلاقيه بسعر تاني خالص. لا ما تجيبليش بقى سيره مطاعم التجمع. يعني ده بقى دول ما لهمش علاقه بقى باسماك مصر بقى خالص. فهتلاقي هي نفس السلعه، هو نفس المنتج اللي بيتباع في العبور في كل مكان. يعني البلطي دلوقتي سعره وصل 23 جنيه يعني؟ لا بنسمع ارقام ده حاليا ده 23 جنيه النهارده مثلا من 5 6 ايام او اسبوع. عشان اليومين دول في ضغط على الاسماك. لكن من اسبوع كان بيتراوح من 18 ل 20 جنيه في الجمله. هو مفهوم دلوقتي عشان احنا في موسم مفهوم ان كل الاسعار لازم تغلى. بتغلى من 10 15% وبترجع بعد الموسم تنزل تاني. وبعدين حضرتك احنا عندنا تنوع دلوقتي، احنا عندنا مراكب شغاله في اريتريا، دوله اريتريا عاملين بروتوكول دلوقتي مع دوله اريتريا، مراكب الصيد المصريه بتروح تصطاد هناك وتجيب كميات سمك كبيره وتيجي تبيع اسماك اللي هي البحريه. سمك مكرونه، مرجان، جمبري، سنار، كل الانواع الاسماك موجود. طب استاذ احمد، يعني حضرتك دلوقتي واحنا كنا بنتكلم قبل التقرير كنا بنتكلم ان في انواع سمك كتير جدا بيبقى ليها دوره وليها وقت المفروض ان هي زي ما بنقول كده بمفهوم البسيط حضانه، يعني الوقت لغايه لما يزيد انتاجه. بس احنا في نفس الوقت اي حد حتى لو ما كانوش يعني ناس بروفيشنال يعني بنقرر نلم اصحابنا وناجر مركب ونطلع نصطاد اي وقت من السنه. ما فيش مثلا يطلع لنا حرس حدود او حاجه من الشرطه السياحيه او اي حاجه يقول لك لا ده الوقت ممنوع الصيد فيه. ما هو ما عندناش هذه القوانين الصارمه، فبالتالي طبعا هيفضل طول الوقت الانتاج عندنا متفاوت لان احنا بنبوظ دوله هذه الاسماك. حضرتك احنا محتاجين حاجتين في مصر نشتغل عليهم. اول حاجه البحث العلمي، نشوف كميات الاسماك اللي كانت عندنا. على فكره انا براجع كميات الاسماك في الدول كلها ثابته وبتزيد. احنا بقى احنا العشر سنين اللي فاتوا نزلنا مثلا بنسبه 70 75% من انتاج البحر بتاعتنا. يعني دلوقتي شغالين بطاقه 20%. مع ان احنا دلوقتي عندنا طورنا اسطول الصيد، المراكب كبرت الـ يعني عندنا السبب بقى الرئيسي يا فندم. هقول لحضرتك، هو محتاجين البحث العلمي يتدخل في النقطه دي بالذات. وانا كنت اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا، كنا رفعنا مذكرات للجهات ان احنا نرجع مع احنا نجحنا قوي في الاستزراع السمكي
وخدنا يعني مرتبه متقدمه فيه، وصلنا النمره 2 في العالم، ودي حاجه كويسه جدا. وعندنا مزرعه بركه غليون، دي من اكبر المزارع في الشرق الاوسط والثانيه عالميا. والجوده بتاعتها يعني انشات على احدث، فيها مصنع علف، فيها مصنع تلج، فيها مصنع حفظ اسماك، يعني مشروع متكامل. بس احنا محتاجين الحاجات دي تاخد وقتها عشان نشوف نتاجها. يعني ما ينفعش نعمل حاجه من 6 شهور ونستنى تاني يوم نتاج. محتاجين وقت. طب ده بالنسبه يا محمد للمزارع، بس بالنسبه للبحار البحار. طيب البحار دي بقى الملف بتاعها لازم نشتغل عليه على حاجتين: قوانين تنظم الصيد، وهو قوانين موجوده فعلا حاليا، بس نشوف الازمه اللي حصلت في البحر الابيض والبحر الاحمر ونهر النيل. الازمه احنا كان عندنا انتاج كبير جدا زي ما بقول لحضرتك. النهارده احنا حتى بحيره ناصر كانت بتجيب كميات مهوله. كان حضرتك في ليل يعني احنا دلوقتي بنحصر الموضوع شويه عند مجلس النواب. طبعا لازم قوانين، ولازم ان احنا نشوف البحث العلمي ايه اللي حصل في البحار والبحر مع الاستزراع السمكي، لان احنا سمكنا برضو على فكره احنا من احسن الاسماك في المنطقه. البحار برضو استاذ احمد في نقطه حضرتك قلت من شويه ان احنا عندنا اكبر اسطول صيد في المنطقه، بس القدرات بقى الخاصه بالاسطول ده محتاجه تتطور. يعني العالم كله بيشتغل بشكل معين في مراكب الصيد، وازاي يجيب لك اكبر وقت معين اقف ما اصطادش فيه، وقت الزريعه. احنا اسطولنا في الصيد محتاج تحديث، محتاج لا احنا ولا اسطولنا حديث جدا. وعندنا احسن بحريه موجوده في المنطقه. يعني الموضوع ده عندنا احنا جوده فيه. يعني عندنا البحريه بتوع المطريه اللي هي في المنزله، او دمياط، القوانين والتنظيم، وان احنا نشوف المشكله اللي حصلت في البحر بتاعنا والبحيرات ايه. بحيره المنزله ابتدت المشكله بتتحل، بيرفعوا كفائتها، البردويل بترفع كفائتها، بحيره ناصر هترفع كفائتها، بس كل ده محتاجين فيه الوقت. يعني محتاجين ان احنا برضه حتى لو احنا رفعنا كفائتها واهتمينا بيها وعملنا كل حاجه، طول ما فيش قانون بينظم بالظبط وما في لا هو حضرتك القوانين موجوده، انت تدخل في وقت الزريعه او وقت الحضانه زي ما بنقول. القوانين موجوده بس محتاجين التنظيم. لكن هي التطبيق هي حضرتك قوانين موجوده طول عمرها، بس هو العشر سنين اللي فاتوا او الثمان سنين اللي فاتوا كمان كان في يعني وخدنا وقت كده، كان في فوضى في كل حاجه. صحيح كانت في فوضى في كل حاجه. فاحنا الامور دي ابتدت دلوقتي، وخصوصا بقول لحضرتك السنه اللي فاتت، يعني احنا كغرفه القاهره اول على مدار السنه اللي فاتت او السنه ونص اللي فاتوا، اول حد ينظر وخصوصا مؤسسه الرئاسه مثل موضوع الاسماك ان هو بديل بالنسبه للبروتين. واحنا عندنا البحار يعني مش هنروح نعملها، وكان عندنا الانتاج في وفره كبيره، فاحنا محتاجين نشتغل على ده ونرجع انتاجنا بجانب التوسع في الاستزراع في المزارع السمكيه. فاضل لنا دقيقه واحده نرجع لموضوعنا الاساسي الفسيخ والرنجه، فدقيقه سريعه كده من حضرتك سؤال برضو ناس كتير قوي بتردده، وشفناه حتى في التقرير، ازاي اتاكد ان المحل ده او المكان ده مكان امن عشان اشتري منه الفسيخ والرنجه، خصوصا انه دايما بيبقى فيه مخاوف كده منه ممكن يبقى في اسماك فاسده، في بعض الاسماك ممكن تسبب امراض او غيره. اعمل ايه كمواطن عادي جدا عشان اعرف ان المكان ده مكان حضرتك موثوق فيه؟ حضرتك انت هتلاقينا كمواطنين كل واحد بيشتري من مكان معين طول عمره. الاماكن المحلات الكبيره في المحافظات او في القاهره وفي المحافظات كلها معروفه بالاسم، كل الناس عارفاها. في اسواق للفسيخ في طنطا، في تسوق، في كفر الشيخ، في نبروه، في الزقازيق، في كل حته في اسواق كبيره جدا. في القاهره عندنا محلات كبيره جدا، واخد بالك؟ فانا ما اشتريش غير من المحل المعلوم، المحل المجهول المصدر. في محلات بتفتح في موسم شم النسيم شهر وتقفل، فانا ما اروحش استرخص في الموضوع ده، لازم ابقى في مكان معلوم، يا اما ما اشتريش. مش عايز اشتري مكان معلوم الفسيخ بالذات ما اشتروش. نورتنا وكل سنه وحضرتك طيب. طيب استاذ احمد جعفر رئيس شعبه الاسماك في غرفه القاهره التجاريه، ويعني استمتعوا وانزلوا وكلوا كده بالهنا والشفا على قلوبكم، ما تقلوش قوي بس واختاروا الاماكن زي ما استاذ احمد قال كده، الاماكن الموثوق فيها اللي احنا عارفينها كويس قوي. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد. وكل واحد عنده ضغط او سكر او بعض الامراض ياخد باله في بكره ان شاء الله هو بياكل الوجبه المقدسه المصريه، وجبه الفسيخ والرنجه. نروح مع حضراتكم كده بقى الفاصل سريع ونرجع لفقره جميله جدا، يعني بمناسبه عيد القيام المجيد هنسمع اصوات الترانيم ونسمع كده موسيقى واغاني مختلفه ورائعه فيها الحس الديني والحس النوراني الجميل. تعالوا نشوف مع بعض، لكن نروح لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه. خليكم معانا.